بنتابع حديثنا مع سيادة اللواء الدكتور محمد المصري من رام الله، وطبعا معايا سيادة اللواء الدكتور سيد غنيم معي من الاستوديو. هروح لرام الله مرة أخرى. سيادة اللواء، هل الوضع السياسي لحكومة نتنياهو مستقر؟ هل ممكن عقد انتخابات أثناء المعركة كما يطالب البعض، انتخابات جوه إسرائيل؟ تفضل يا فندم. طب بس اسمح لي عشان أعقب بكلام سيادة اللواء، وهو مهم جدا حول موضوع الوضع الجانب الزمني في الحرب بالتحديد. العقيدة دولة الاحتلال، جيش الاحتلال تقوم على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى أولا الحرب الاستباقية، هو يقوم بحرب وليس العدو يقوم بحرب، يعني هو الذي يبادر بالحرب. الجانب الثاني وهي تقوم الحرب على أرض العدو، يعني على أرض خصمه ولا البعادين، مش على أرض يعني جغرافية فلسطين الذي يحتلها هو من سنة 1948. الجانب الثالث هو يعني الجانب الزمني، بمعنى هو يتحكم في زمن الحرب بمعنى مدة قصيرة، لأنه يعرف تماما جبهته الداخلية وموضوع الاقتصاد، وبالتالي يعني الأثر تأثر بالحرب. هذه الحرب اللي هي 7 أكتوبر إذا اعتبرنا هذا يوم كان نصر يعني وهزيمة لجيش الاحتلال، وهم يعترفوا بذلك، ليس هذا رأي خبرائهم العسكريين، يقولوا النصر سجل يوم 7 أكتوبر وليس بطول الحرب الموجودة. هذا شيء مهم نعرفه، لكن أنا بعتقد أنه جانب دولة الاحتلال لديها اليوم عدد كبير من المشاكل على هذه الرؤية، هذا الخلاف. أولا هو سبق 7 أكتوبر أنه كان لدينا هناك قصتين. القصة الأولى بالداخل دولة الاحتلال، وكان أياميها تقريبا 38 أسبوع متتاليات مظاهرات مستمرة في مواجهة يعني اليمين المتطرف، هذا الفاشي المتطرف اللي سموتريتش وبن غفير ونتنياهو يقودهم بالذهاب الدولة العلمانية إلى باتجاه الدولة الدينية في دولة الاحتلال، من إلغاء القوانين ومتابعة يعني مواجهة الشرطة، واختلفوا مع الإعلام ويعني وفتحوا معركة مع القضاء، ولذلك كان في مشكلة كبيرة جدا. الاشكزاز الغربيين من مؤسسي دولة الاحتلال يعتبروا هاي الدولة دولتهم. اليوم الشرقيين الذين يتمثلون في سموتريتش وبن غفير وهؤلاء الآخرين معهم، هم يعتبروا فرصة تاريخية أن يغيروا وجه الدولة العبرية من دولة دينية، من دولة مدنية إلى دولة دينية، وبالتالي هذا يتطلب الاستمرار بالدولة والتوسع جغرافيا، وبالتالي يأخذوا يهودا والسامرة بينهم الزوجين بمعنى الضفة الغربية. أنا بعتقد المعركة الاستراتيجية هي بالضفة الفلسطينية وليس بالقطاع. صحيح الدم والثقل الأكبر تحملوه أهلنا في قطاع غزة، ولكن المعركة الاستراتيجية مع دولة الاحتلال هنا بالضفة. لذلك رأينا اعتداءات على المسجد الأقصى، على الحرم الإبراهيمي، على الكنيسة المهد، بهدلات وإساءة للأسرى من بن غفير وشرطته، الاعتداء على النساء في الخليل وتقليحهم ملابسهم أمام بناتهم وأبنائهم، اعدامات في الشوارع. طب معلش أنا عندي سؤال أعتقد يعني ملايين العرب بيسألوه، هو في حد في إسرائيل يقدر لو انتخب يوقع على معاهدة السلام؟ يعني هل في مناحم بيجن تاني؟ هل في رابين تاني؟ هل في حد من النوعية أولمرت؟ ولا هم خلاص كلهم حدفوا ناحية سموتريتش وبن غفير ونتنياهو والنوعية دي؟ هو لذلك سؤالك مهم جدا، لسبب أنه لماذا يعني قدموا السيادة اللواء بالبداية أنه يعني بمعنى الناس مع الحرب في دولة الاحتلال، لماذا الناس مع الحرب في الاحتلال؟ صحيح هو لأنه شعر بأولا بعدم الأمن والأمان، دولته لم تحمل يعني تأمل له الأمن في مستوطنات قطاع غلاف قطاع غزة، والآن في شمال قطاع في فلسطين يعني على جنوب لبنان كمان حوالي 150 أو 140 تقريبا ألف يعني أصبحوا خارج يعني بيوتهم في داخل بيعيشوا في الفنادق. الجانب الأهم في ذلك كمان هو أنا أعتقد أنه تاريخيا نتنياهو لم يتخذ قرار استراتيجي في كل وجوده، حتى هو قضى تقريبا 14 عام في الحكم لكن لم يتخذ قرار استراتيجي لا في الحرب ولا في السلام، وحينما تم لا اتخذ قرار بتدمير السلام، تدمير أسره. نعم بس أنا بالضبط، هو لما تم الاتفاق مع الفلسطينيين حول يعني اتفاق واي بلانتيشن حول موضوع التقسيم، موضوع الخليل اتش 1 واتش 2 الى اخره، هو جلب شارون لانه شارون كان في تلك المرحله وزير خارجي حتى يوقع ورفض يوقع، لا يتحمل مسؤوليه قرار بمستوى لا قرار الحرب ولا قرار سلام، فكيف يعني يتخذ قرار سلام بالتحديد؟ حتى قرار الحرب حتى الان هو لا يستطيع ان يقود، لانه هو شخص فاشل لم يكن عسكريا سابقا حتى يعرف ما هي الحرب التي نتحدث عنها. ولذلك أنا أقول بأنه نحن مقبلين في ظل الصراعات الداخلية اليوم، مثلا لم يستطيعوا حسم النقاش من 3 أيام سابقة على اليوم التالي للحرب، نتنياهو يرفض ذلك ورفض حتى يترك المجال أن يكون وزير دفاعه يلتقي مع مسؤول الموساد حتى يعرف ما يدور في موضوع الأسرى، رفض
يعني بيمنع وزير الدفاع أن يلتقي مع مسؤول جهاز أمني ويكون هو أصلا تبعية له. الجانب الأهم الليلة حيجتمعوا لأول مرة بعد خلافات كثيرة، مجلس الحرب سيجتمع ليناقش اليوم التالي بالحرب، وهذه إلى علاقة بالضغوطات التي مارست أمريكيا على مستشار الأمن القومي الذي ذهب وزارهم في داخل الولايات المتحدة والتقى مع بلينكين وسوليفان وإلى كل الآخرين. أنا بعتقد بأنه دولة الاحتلال اليوم تعيش حالة انقسام عمودي وأفقي، وبالتالي غير موحدة، لديها أسبابها ومشكلتها. وأنا أتفق مع سيادة اللواء على البعد الاقتصادي، لأنه حينما يتم استدعاء سؤالي معلش مرة تانية سيادة اللواء، بس بركز على النقطة ديت علشان ده سؤال مهم. هل يوجد حد في إسرائيل يمكن لو انتخب أن يوقع على معاهدة سلام مع الفلسطينيين أم لا؟ أنا أعتقد في هذه الظروف الحالية لا يستطيع أي قائد إسرائيلي اتخذ هذا القرار، لا يستطيع لأسباب أن التحول الدراماتيكي اللي حصل في المجتمع دولة الاحتلال هو ذهب كليا نحو التطرف، واليوم المتطرفين أصبحوا جزء من صناعة القرار في الدولة، وأصبح أبو الكبعة هذا الصغيرة يقود الدبابة وقائد كتيبي وقائد فصيل وقائد السري، وهؤلاء أشكرك يا سيادة اللواء. ولذلك 40% من قتلهم كانت من حمل من أصبح القبعة. تمام. هروح لسيادة اللواء دكتور سيد غنيم، هل إسرائيل غيرت استراتيجيتها واتجاهات الاقتراب بتاعتها علشان تحدث خسائر أكبر في صفوف المقاومة، بعد ما المقاومة بعد كل هذا الكم من الضربات لها لكنها لا تزال صامدة؟ أعتقد بمعنى في تغير في التكتيكات، وفي تغير في نوع القوات، وفي تغير في اللي هي طرق الهجوم، اللي هي يعني اللي هي بنسميها avenue of approaches، يعني اتجاهات الهجوم بمعنى أصح. يعني تغير في قوات زي ما قلنا السحب الجولاني على سبيل المثال خرج برا ودخل اللي هي وحدة لوتار اللي هي القرود القوات الخاصة، ودي وحدة تدريب زي ما ذكرنا. زادت وحدات التدريب بالداخل أكتر شوية، اللي هو بيدربهم أثناء ما بيقتل، بيدرب أثناء القتال ده مع عشان خلل في التدريب. الناحية العملية في إسرائيل عسكريا معروفة الحقيقة يعني، فبيحاول يعوضها. التدريب ده بينفع في إيه؟ إن إحنا قابلتنا مشاكل لم نتدرب عليها قبل الحرب او لم نتطرق لها. فندم سيادة اللواء حضرتك من اول يوم، احنا كان لي الشرف ان حضرتك اول حلقه كانت معايا، حضرتك من اول يوم قلت لي اسرائيل لن تستطيع ان تحسم الحرب بسهوله لان حرب المدن هي عدوه الجيوش النظاميه، وواضح ان ده مستمر معنا احنا بقالنا اهو، خاصه انها مختلفه هذه المره كمان. طيب نيجي لحاجه تانية اللي هي هنلاقي مثلا بدا في الفرقه 252 في اللي هو 14 مدرع بدا يشتغل اكتر في اتجاه الساحل ويحاول يحاصر مدينه غزه او يضغط عليها اتجاه الساحل. الضغط على جباليا زي ما قلنا، احنا عندنا في اللي هو من الفرقه 36 مدرع برضو بيضغط بقى من الشرق. معنى نلاقي مثلا في اللي هي البريج اللي هي في الوسط بينزل لواء من الشمال، ينزل لها من الوسط، قوات بتتوجه في الجنوب مثلا خان يونس، عندك فرقه 98 بر جو، وعندك اللواء الجفعاتي كتبتين منه على الاقل او اعتقد كتبتين منه نزلوا، اللي هي تعتبروا جميعهم قوات خاصه، يعني بيقاتل في الجنوب بالقوات الخاصه، بيقاتل بالعناصر المدرعه والميكانيكيه جزء من القوات الخاصه في الشمال، بيقاتل بالعناصر المدرعه والميكانيكيه في الوسط، وجزء من القوات الخاصه اللي هو جزء من اللواء الجفعاتي. هنا بيبان ايه اسلوب القتال بقى، نتكلم بقى قاعده العنصر الثالث. انه زي ما قلت لحضرتك على الخريطه لو خدت بالك من نقطه مهمه قوي، انا مش قادر، انا بدور عليك عشان اضربك، انا بدور على الفصائل الفلسطينيه عشان اضربها، يعني هو بيطلع لي فجاه يعمل عليا الاغاره ويجري هيت اند ران وبشكل بصراحه بقى مزعج، يعني بالنسبه للاسرائيليين بقى مزعج للغايه. فبدا يفكر ازاي، طب ما انا احاصر مناطق النشاط، يعني انا مش شايفك، انا مش طايلك، طب ما احاصر مناطق النشاط، انا عارف انك هنا فانا هحصرك، هتنشط هنا هتنشط هنا ومش عارف اوصل لك فحصرك، يقوم هو يفاجئني ويضربني في مكان انا اصلا تخيلت انه انتهى القتال فيه، زي ما حصل في مخيم الشاطئ زي ما قلنا اللي عملوا فيه حفله مثلا صح، وبعد الحفله بيوم اتضرب بيجي يضربوا بعد منها، زي نقول الشجاعية انتهت يقوم ضربين، بيت حانون انتهت يضرب فيها، بيت لاهية اللي كان فترة سكتة يقوم ضرب فيها، يعني يظهر نشاط فلسطيني بمعنى أصح. كل دي تغييرات المناورة الهدف منها قدر المستطاع محاولة احتواء الفصائل الفلسطينية
وإحباط نشاطها، لأن الجانب الفلسطيني بيعتمد على الوجود بواسطة النيران اللي هي الصواريخ خارج القطاع والنشاط بواسطة القوات داخل القطاع. طب كأنه سيادة اللواء ده يعني زي ما حضرتك قلت إنه عسكريا إحنا ممكن نستمر يعني فترة، الموضوع ياخد لو فترة طويلة العسكريين هياخد فترة، لأن في نقطة يمكن سيادة اللواء من فلسطين قال حاجة مهمة جدا إن الجانب الفلسطيني حقق النصر من أول يوم. دي تؤشر لك لحاجة مهمة قوي. أنا حققت أهدافي. يعني أنت لو وقفت الحرب النهاردة متشكرين. خدت بالك؟ زي روسيا على سبيل المثال خد أجزاء من أوكرانيا يوقف الحرب دلوقتي متشكرين. أنت ما يعني لو الحكم صفر دلوقتي خلاص. أنا جايب 3-0 أنا كسبان برغم توغلك. أنا كسبان. أنت برغم توغلك ما حققتش أهدافك. خدت بال حضرتك؟ انت عشان كده الحرب مش مساله سهله، ده علم واستراتيجيه زي ما حضرتك كده بتعلمنا. مساله الموضوع معقد يعني. الهدف الاستراتيجي ده بيخرج من الهدف السياسي وبيطلع منه حاجه اسمها سمينا هدف سياسي العسكري. فده حضرتك الموضوع ما زال ما حققش اي جزء من اهدافه، ولذلك بنتخيل عسكريا الحرب تطول. الحرب تطول. طيب يعني هروح لسياده اللواء من رام الله دكتور محمد المصري، هو في عجاله بس احنا يعني ايه اللي ممكن يحصل فلسطينيا يوقف الحرب؟ يعني مثلا اتقال لحماس لو انتوا تنازلتم عن حكم غزة خلاص هنوقف الحرب. طيب تعطيني بس نصف دقيقة بشكل سريع عشان احكي جملتين خاصة بموضوع المعركة وتغيير التكتيكات الحرب من قبل دول الاحتلال. انا بعتقد انه يعني هم يقاتلوا على سطح الارض وقاموا كل ما يمكن ان يقوموا فيه على سطح الارض، قطعوا اوصال قطاع غزه، دمروا البنيه التحتيه، جرفوا الارض كما تحدث سياده اللواء، قطعوا الاتصالات السلكيه واللاسلكيه، كل ذلك لا يعني شيء للمقاومين. المقاومين لديهم مسرح عمليات مختلف، اسفل الارض طابقين او ثلاث طوابق بناء يعني موجودات، وبتحكي عن 500 كيلو او اكثر من 600 كيلو متر، فبالتالي الوصول له صعب جدا. كذلك المقاومة غيرت تكتيكاتها، بمعنى كما تحدث سيادة اللواء التنقيط بالصواريخ، تقليل يعني استخدام الصواريخ لأنه بيعمل حسابه يسد شهور معركة أقل شيء. الجانب المهم غير طريقة المواجهة اللي بتحكي عن مواجهة صفر، اعتمد على شجاعة وإرادة المقاتل واستخدم مجموعات العقدية، بمعنى لا تزيد عددها عن 3-5 أفراد فقط لا غير. يا يعني سيادة اللواء احنا هنكمل مع حضرتك أكيد النقاش ده غدا بإذن الله. سيادة اللواء الدكتور محمد المصري نائب رئيس المخابرات العامة الفلسطينية سابقا ورئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، طبعا كل الشكر كمان لسيادة اللواء الدكتور سيد غنيم المحلل العسكري اللي بيشرفنا كل يوم في مشهد غزة.